مرحبا. رح احكي كلمتين على السريع للاخوه الفلسطينيه اللي هن جزئين. جزء بيعرف انه نحن خدمناهم من 70 80 سنه لهلا وممنون انه نحن صدفناهم وخدمناهم وقعدوا ببيوتهم، وفي جزء تاني واطي سافل حقه ربع ليره كلب منحط بلا اخلاق، وهلا بخبركم ليش. بعتلنا فويس للكل انه نحن هلا لانه في عنا وزير عم يجرب يطبق القانون ويحسن الجباية ويمشي القانون العمل مزبوط، تما ناس تنظلم، ناس تعيش عاطلة، اللبناني اللبناني المسلم والمسيحي والدرزي يشتغل ببلده مثل العالم، واللي لاجئ واللي مستضيفينه من هودي الزبالين النور يقعد ببلدنا كمان يشتغل مثله بضمن القانون. هيدا الفويس. رح لك شغلتين يا حبيب قلبي، انت واللي مثلك واللي مفكرين انه بلاد الشام تمرق من لبنان. لبنان بلد مسيحي مسلم معتدل ودغزي. لبنان بلد مسيحي ومسلم معتدل ودغزي. المسلم اللي منه معتدل ومفكر انه بلاد الشام بتقطع بلبنان وبينضم لها فشل عقرونه، والقومية اللي مفكرين انه بلاد سوريا الكبرى تمرق بلبنان فشل عقرونهم. ما حدا ما حدا ما حدا بقرب على لبنان الفينيقي. لبنان فينيقي الفينيق. هادي اثنين ثلاثة. اول شيء الله يرحمه الملك حسين اللي طلع عليكم بالطيارات. بشار الاسد فناكم بمخيم اليرموك، لانه كل اللي كانوا منن معتدلين وتابعين للنصرة ولداعش فرمكن. نحنا لحد هاللحظة بعدنا محترمينكن، اهلا وسهلا فيكم ببيوتكن، نحنا عاطينكن اراضي تقعدوا فيهم تشتغلوا وتاكلوا نفس اللقمة، ونحنا عم نحارب اسرائيل كرمالكن، بس ثلاث ارباعكن نور بلا اخلاق. اللي مفكر انه بلاد الشام بتمرق بلبنان وبتجمع بلاد الشام فشر عقرونه. نحنا لبنانية وبدكن تعملوها حرب صليبية بنعملها، وبدكن نعيد الحرب بنعيدها، وبدكن نرجع نفرمكن عم جنب نفرمكن. هيدي رسالتي للفلسطينيين اللي بلا اخلاق، وللسوريين اللي بلا اخلاق. اللي في اخلاق منكن ومعتبر انه عايش بلبنان بلد مضياف وعالم محترم حاله وعايش معنا، واهلا وسهلا باللي بيعيش معنا على نظامنا، اهلا وسهلا فيه. اللي مش عاجبه يروح ينقبل يرجع على سوريا يفرجيني شو بيقدر يعمل بوجهه لبشار الاسد، ويروح يحارب باسرائيل وفرجيني اذا ما بيفرموه هنيك. محترمينكم وعاملينكم عالم ومعيشينكم بلبنان وعم نخليكم تشتغلوا وتعيشوا وتطلعوا مصاري احسن منا وما بتدفعوا ضرائب وعايشين ترخنه ونصكم حراميه ونصابين. نصكم، النص الثاني مرتب ومحترم وعم يشتغل مزبوط. في قانون بنبلش فيه بلبنان، في حياة مثل العالم ما نبلش فيها بلبنان. اللي مش عاجبه ينقبل ينضب يفل، لأنه نحن ما نفلله، وإذا ما فل بقى نفرمه. بدكن نعملها حرب صليبية بنعملها، بدكن نعملها حرب صليبية بخمس دقايق بتبلش الحرب الصليبية إذا هيك ما تبرينا. بس لمعلوماتكم هذه الحرب الصليبية الإسلام المعتدل رح يكون معنا وعم بيحاربكن، والدغزي اللي قبضاي بده يبقى كمان معنا. يعني طلعتوا لحالكم، يعني بقيتوا لحالكم، كرمال هيك ما تلعبوا على هالوطن. اللي باعت هيدا الفويس واللي بيمثلهم واللي عم يتزكى ما تجبرنا نكون زعران، بدنا نفرمكم واحد واحد، ما تجبرونا. نحن اساسا هلا رح نلحقكم ورح نفرجيكم كيف كل واحد بدنا نفرمه ببيته، ببيته بدنا نفرمه. لبنان بلدنا ولبنان رح يضل لبنان، ونحن المسؤولين عنه للبنان، لا انت ولا ربعك ولا الاسلام العاطل داعش جبهة النصر وتوابعه. وما تجبرونا نعمل ارجع اتفاقيات ونفوت الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار الاسد ويفوت يفرمكم يرجع بلبنان، وما تجبرونا نرجع نعمل تحالفات مع اسرائيل اذا بدنا تيفرموكم. ما تجبرونا، عم نعمل اوادم وعم نحكي معكم مثل العالم ومعيشينكم ببيوتنا. ما حدا منكم يلعب هاللعبة معنا، منكون اوادم بس ايام كثير منكون زعران، لانه حيوني هاللي عم تحكيها، حيوني حرب صليبيه، لانه انتم اسلام فشلت عقرونا. جورج حبش كان مسيحي، جورج حبش واللي مثله كانوا مسيحيه،
ولا معلوماتك، ما لك شيء انت باسرائيل، ما لك شيء بفلسطين. فلسطين بلد مسيحي، انت شيت عم تعطي شروط تعمل مسلم. ما تجبرونا نكون زعران، ما تجبرونا نكون زعران. هلا عم نظبط بلدنا، عم نظبط لبنان، عم نرسق كل شيء. عندنا وزير هلا فهم انه صار لازم يبلش بالشغل المضبوط، وعم بينسق وزاره العمل تبعه، ومجبورين تشتغلوا مثله، ومجبورين تعملوا تحت ايده شو بقلكم. هذا القانون اللي منه مبسوط ينقبل يفل ولا نحن عم نفلله. نحن لبنانيه فينيقيه، وفشر نكون لا اسلام ولا مسيحيه ولا دروز. نحن بلبنان عندنا طوايف، بس عندنا مثلنا الاكبر هو لبنان. وبدك تعيش معنا على اهلا وسهلا فيك، بس على قانوننا نحن، مش مثل ما انت بدك. وما تجبرنا نقلب عليك. من زمان كانت القدس طريقه من جوني، هالمره بنرجع بنعيدها. لبنان منه مع مقطع لحدا، لبنان لنا ورح يضل لنا. انا ثابت ليه؟ حيوانات.